تيجي. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفتي في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا الرجل الكبير الاب ديال الضحيه اللي قتلته الزوجه ديالو من بعد 18 عام او 19 عام ديال الزواج. كيف ما كتشاهدوا الحاله اللي كان كيصرف الابن كيصرف على الاب ديالو، اللي كتشوفوا الحاله ديالو واللي عنده جوج خوت من ذوي احتياج خاص. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل كيف ما شاهد الشهاد ديال الدوار الساكنه قبل قليل كان واحد البث مباشر للشهاد ديال الساكنه اللي كيجهدوا في الحق ديال خالد الله يرحمه جاري الرحمات. الاب بهذه الحاله مصدوم حتى الان ما مصدقش ابن ديالو انه مات اللي كان كيعاونو وكان هو المعين ديالو وكان المعين ديال خوته. انا اليه وانا راجعون، انا اليه وانا راجعون. الله يصبروا، الله يصبروا العائله ديالو اقارب وناس ساكنه. كل كبير والصغير كيبكي كيشوف هاد الحاله كيفاش ما مصدقينش ان الزوجه تقتل الزوج ديالها، خصوصا انها كانت في بنيه جسمانيه كيف ما كيعادوا كيف ما سمعنا متابعين الافاضل انها كانت في بنيه جسمانيه تبارك الله صحيح. غنسمعوا من الاب ديالو اللي كان اللي هو اللي اكتشف الحقيقه لولا هو. وكما كنقول الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين كيف ما كيف ما هو اللي اكتشف الحقيقه ان ولده ميت. سيدي الله ادم راجل الله يرحمه ويجي رحمات حالتي كان حاس بها وعارفينها والناس المتابعين تاهما حاسين بالحاله ديالك. كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجوا لانك تستحق البارطاجا. تفضل سيدي عاود لنا كيفاش اكتشفتي الحقيقه ديال ابن ديالك، انت الوحيد اللي اكتشفتي الحقيقه ان ابنك ميت ماشي هكا. تفضل. هذا ولدي خالد. نعم. شفتني وياه لقاها كتهضر مع التليفون مع واحد شد داك التليفون عاودو للجندرمية. نعم شد التليفون اها عاودو قلعو لها وعاودو للجندرمية وعطاها التليفون وشات معاها هي غوتو لها هي وشات وملي شات تما ضربو التليفون للراجل اللي كان يهضر معاها وانا ما حاضرش. ذاك الراجل كان يهضر معاه ما نعرف جابوه ولا هضر معايا ولا ما جابوش. نعم. طلعوا طلقوا من الجدرمية طلعوا بحالهم. نهار الاربعاء. اش نهار الاربعاء؟ نهار الاربعاء. اه. في العشية. أنا عندي واحد البحيرة ما بيني وبين المحل ديالي ديال ديك البحيرة. كمان ثلاثة البريات ولا أربعة في ديك البحيرة. راحت المغرب قال لك المدير كيقول الله أكبر خرجت من ديك البحيرة جات علي لداري. اش نهار الأربعاء هادشي؟ ولدي راه بيني وبينه 300 متر. تما جيت على ولدي شكي حاط كتابه فوق على الصور وقاعد. بقات فيا اللي ما هدرتش معاه وما قلتلوش يا ولدي واش درتي انت ومرتك. هادي وحده بقات فيا وما ديتهاش في الحال ما قلتش انا هادشي غيطرا شيش في حالي دايت الصباح طلع النهار ولدي موالف كيجي لعندي الله يرضي عليه مرضي موالف كيجي لعندي ومرضي وقاري الاخر قاعد في الجامع حدايا يجي لعدي يدوز الجامع عدل في الجامع وقعد بعد مرة مع الفقيه وقرا بعد مرة مع الفقيه. وهذاك الصباح اللي كانوا في الجدرمية وجا باش يخنشو الصباح ما جاش لعدي. هذيك النهار شنو كان هذيك النهار في الايام؟ النهار كانت الليل مع الاربعاء هو نهار الخميس جا ما جاش لعدي
لا غدا ما جات لعندي، لا غدا ما جات لعندي، ثلاث ايام نهار ثلاث ايام تهولت بزاف. الاربع الخميس الجمعة تهولت بزاف. نعم ملي تهولت حتى نمشي لعند مراتو نسقسيها، مشيت لعندها لقيتها سادة الدفة ديال الصور، دقيت عليها قالت لي شكون؟ قلت انا. قالت لي سيدي حلت عليا قالت لي ادخل. دخلت لقيتها هي وولدها وبنتها، ولدها صالح بدون ديك الاسماء شاف عمرو هذا الولد ديالها شاف عمرو؟ دار يكون عمرو 15 15 عام. وبنتها شاف عمرها؟ ما شارى مزوجة وولدها تكون عندها بنتها تقريبا. واخ وعندها شكون عاوتاني؟ وشكون عاوتاني معاها؟ معاها طفيلة أخرى صغيرة. صغيرة هما هادو ثلاثة بنات ولدك؟ أي نعم ثلاثة معاها. دخلت عندها هما ثلاثة، دخلت معاها قلت لها الدور، قالت لي العام. قلت لها خليل فين مشى؟ قالت لي خليل جالي واحد من الطوموبيل البيضاء وراه بدا يخدم مع العشاء. راه دخل منك مع العشاء. قلت له كنت عارف هذا؟ قلت له ما نعرفه. قلت له ما كنعرفوش. انا كنت خارجه معاه وخارجه له الغطا وجمع له الصنبور وجمع له الخوت وخارجه له باش يدير باش يتغطى. وين خرجت معاه؟ ولا تبعني وقال لي علاش تبعني؟ انا غادي انا غادي بحالي هارب منك ما باقاش يجي لعندك. هي شي كتعاود لك هي؟ هي اها ما باقاش يجي لعندك، ما باقاش نولي، ما باقاش نولي عندك، انا غادي ما باقاش نولي عندك. قالتها لي خويا قلبي تحول ودخلني الشك. شكيت شكيت اش قلت لهم؟ دارهم دارهم كنقول الله اعلم يا ربي. انا شاك الله اعلم. فاش شكيتي من قالت لك هذه الهضره؟ فاش حسيتي كيف حسيتي وشنو شكيتي؟ شكيت انا ما قالت لي هاكين هاكين. شكيت ولدي دايره له شي حاجه. واش هي كنت كتهدو؟ واش كنت ديما كدابز معاه؟ كدابز معاه دايما كدابز. واش هاو دار الجدر ليا غير لا كريطات تاع الجدرميه، عندهم لا كريطات الاول والثاني والثالث والرابع، ما مقصرنش. نعم ما مقصرنش، لا كريطات ما مقصرنش على غير. نعم وشكيت انا قلت هذي عام اشوف شي حاجه اللي دارتها لولدي ولا داروا له خلايا الله اعلم. عاد شك هذا عاد ولا ولدي ماشي شكيت عاد. قلتي بان ولدي ماشي في حاله طبيعيه. ولدي ما جاش لعندي ما كيجيش لعندي. ولدي عام ماشي الله اعلم، انا ما عندو شي حاجه الله اعلم. انا ماشي لعندي الخدمه اللي قالت المراه الله اعلم. هادشي اللي قلت بالقلب ديالي جيت بحال الخيمه خمتي بيني وبين خمته 300 متر. جيت دخلت عند وليداتي الخيمه واحد عديتني وجوج اللي قاعد معاه انا ما عندي مرا ولا مات الله يحمي وجرحنا قاعد مع وليدي الاخر هذاك بعيد. دخلت قلت له احمد قال لي العام. قلت له وليدي راه مشيت على الزهور. وقالت لي خالد راه جاني واحد مول الطوموبيل بيضاء، طوموبيل بيضاء جاري راه دا مع العشاء يخدم. ما قالتليش فين دا، قالت لي راه دا مع العشاء يخدم الطوموبيل بيضاء. دابا خوكم انا الخاطر ديالي دابا خوكم انا ميت انا في عندي شي حاجه انا نمشي لهذيك المصر. رانا عندي الشك بزاف. اش نهار الجمعة؟ هي جينا وقينا قينا كان فيه
الشيخ أحمد قال لي اسمع شو قلت لي؟ قال لي بو الدراري راهم تيديو تيشوف الشانطي واحد تيمشي مع فلان وفلان 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 قال لك تيديو الدراري يخدموا معاهم الشانطي هذا يكون شي واحد خدم مع شي واحد قلت وليدي سير شوف نشوف قال لي نعم شي نشوف قلت له نقدم أعطاني الخبر ديال ولد بدون ديك الأسماء الجميلة المهم بدون الأسماء ولد فلانة نعم الجميلة راه جدة الخدامة مشى طلع العدود المقدم مصطفى بدون ديك الأسماء ما تذكرش الاسم ديالهم كمل طلع العدود المقدم قال له كاينة كاينة قال له ودينا اللي قاعد تهدي شحال ما مشيتش للغير رانا قاعد شوية دابا طلع راه عندنا ما نكون من الفيلم ما مشيتش انا وياه وهو اللي ثلاث ايام مكتوب قالوا انا بغيت نشوف ولد ايوب ولد حاده واش دا الخدامه هو ولا نعم قال له ودي بغيت نشوفيك انا عندي النمره ديال ولاد الكامل هو يعطيوها لك ديالو أنا عندي النمرة ديال ولاد الكامل قال له أعطيها لي أعطاه النمرة ديال ولاد الكامل جا غوت ولاد الكامل ناداه واحد من ولاد الكامل قال له ودي النمرة ديال أيوب راه ديال الدراري وقالين هادي ثلاث أيام أشنا قال لهم تا هو قالوا له هادي ثلاث أيام أشنا قال لهم أنا شحال أيوب تعطيني النمرة أعطاه النمرة غوت أيوب قال له أيوب أنا ما عاد نخدم أنا ما عاد نخدم هو اللي جا قال لي بوقت قال لي عاد نكون شمعة ونكون صغيرة ما اسمعي ما قالوا تجيني جا لهنا ودار خدام أنا غنطع العدل ماشي من جا ماشي من جا هذا عشاق قال لي حدايا جارك جاري اها قال له شويه ديال هذا ديال هذا قال له نعطيها عطاتك ديك النمره ديال زوج سفير المهم عطاه واحد السميه ديال واحد الشخص اها عطاه النمره قال لي بوقت قال لي لا تشكي ارفع الصوت ديالك نعم ولا تشكي سير نعس مع راسك كان الصباح وانا غندور للسفير باش ما كان راه يقول اذا كان معاه راه يكون معاه قلت له واش غير راه صاحبه ما يكون عام عاد بيك راه الصباح صالح السوء شي وجي راه انا هودو نعم انا هودو خرجت انا الباب خرجت انا الباب وولدي تلاقى معايا في الباب هو مرته قالت لي مرته في غادي يا سيدي انت اها ما خلاتش تدخل ولدي احمد قالت لي في غادي يا سيدي اها وقلت لها غادي رجع المتحرقه بحال المتحرقه على خالي وقلت له احمد وقف معاه قلت له احمد انت ما تمشيش معايا ولدك اش قالت لي هي مرته قلت لي ما يمشيش معايا هي كتعايرنا وكتغوت علينا وكتقول لنا ما يجي عندي حد ها راح ندخل عندي حد لزريتي وحنا غنمشيو لعندها قلت ولدي قلت له انت ما تمشيش قال لي لا اش قلت له حاشاكم وحاشا التربه ديالكم درت ولدي قلت له انت ما غاديش تمشي معايا انت خواف زراق انت زراق زرع الحوايج انت قلتها لولدك انت خواف قلتها لولدي قلت ولدي بحال هكا هو ولدي توقف قال لي عاود مشينا انا ولدي لحقنا لقينا اللي قاتل دقيت شكون قلت انا سيدي زيد حلف عليا الباب دخلت
نسوق سؤال الله يخليك، نحلات عليك الباب كي كانت الملمح ديال وجهها وكي كانت الطريقه ديالها؟ انا ما جيت هذه الوجهه ما ديتش خبر. ما ديتي الخبر؟ ما شفتش انا كنشوف. نعم انا ما كنشوفش وجهها. اه كذب عليك، انا عندي معاها الحياه وجهها ما كنشوفش. مرت ولدي حق الله لا يخلع، مرت ولدي تاخذ العين الحق فيها. هي ديك اللي حلت علينا قالت لنا زيدوا تفطروا زيدوا تفطروا. انا بقيت واقف الباب قلت لها خلي نفطروا ما نقدرش نفطر. ولدي دخل قالت له قال لها انا قالت له كم تشوف هاك شيء قالت له قال انا باقي ما غسلتش وجهي. قلت لها قالت له هاك غسل وجهي. ودي رفض الغلاي وخرج وغسل وجهه. هذاك التراب اللي شتاني نهار الجمعة جيت قلت لولدي قلت له التراب راه في البيت. ولدي من رفض الغلاي مشى وغسل، هي بقات قاعدة وأنا واقف في الباب، هي قاعدة هي وليدتها أنو هيلة ولادها بثلاثة والطفيلة الصغيرة عاد قاعدة في البلاصة بقاش أنا شاد في الباب بحالك. كيفطروا عادي؟ ولدي ما قلتها له ما فاش قالت له رانا شفت التراب كركر في البيت دار الغلاية تسبا ومشات تما غادي للبيت كان حاق ليه طلع عليه بحالك طلع عليه بحالك وشاف التراب وولا دخل راسو ما شافش بحالك دخل ما قاليش رانا طليت شاف زرفة ولا جوج من الكاس قلت لها زور كيفاش كيفاش قالت لي واخوك ولدك مشى مشى يخدم راه جات لي طوموبيل بيضا كونكو ولات قالت لي كونكو بيضا كونكو وراه داتهم على العشاء وجمعت الحوايج وخرجت معاه ولا دوفني وردني قال لي انا غادي بحالي ما باقاش نولي العدل. ما باقاش نولي العدل. نعم. يا ديك الساعه قاتله. خذ ميكرو. نعم. يا ديك الساعه قاتله. خرجت انا باش غنولي لذاك البيت الله تبارك وتعالى طيح عليا واحد فكره. واحد فكره. ولدي كان عام الاول قالت له انت مرق انا وياك تشد هاد المحالات وانا نشد هاد المحالات الجوهريين وانت ودير صور بيني وبينك. مع الاولاد بغاو يجيو لعندك عجيو بغاو يجيو لعندي عجيو. قال لها ولدي لا انا ما نشري ما نتفقش فيها معاك. قلت له تعال شوف البيوت اللي كان ما بغاش يشدهم يصعبهم خايبه ما بغاش يشدهم. البيت محلول ما عندو لا بفاله ولا. قلت له تعال شوف باش غديه ونشوف هذاك غير مباشره نحقق هذاك مباشره. انا زدت بحالك ويا حقاق حقاش في هذا البيت. الله اكبر. حقاق فوق. نعم. أخاك ليش؟ كنشوف الطاولة ديالو الحلق، كنشوف الحيط هنا، وبيه بيت على الحلق دار. أخاك شوف. حققتي بأن. أنا شتي قاعد الساعة بزاف، وهي تما جاية، الحلق شدت لي دراعي، فقال يا سيدي، عودت لي فقال يا سيدي، وتما تغدى مكروني، خرجتني من الباب برا. نعم. خرجت أنا، خرجت، قلت لها قاتله. قالت لي انا قاتله انا قاتله كديروا لي باش نجي نحل كتوفر عليا كديروا لي كديروا لي. قلت لكم ما خديتش قاتله علاش انا داخل البيت وخليتيني نسقن عندك الشك عارف قلت لها عندك الشك هذي راه نهار السبت في الصباح. اه اللي هو البارح. اي قلت لها عندك الشك بقينا نتلاجوا انا وياها باغي يديروا لي باغي يتركوا لي باغي يديروا لي باغي يديروا لي. قلت لها عندك الشك ما خليتينيش لا عندك شكل ما خليتينيش ندخل مشكوكة وما كانش مشكوكة خليتيني دخلت وقلبت جونا جو طفلات وأزناتي أبا سير الجدر بيديك راهي هادو ولادو هادو بناتي أنا آه. سير ذكرى لي على الجدر ميا قلت لهم نقول لكم نمشي نذكرى لي أنا على الجدر ميا أنا شاك في هذاك التراب اللي في البيت جاك ليه ولدي مكركر عليه التراب اللي مشيت على الجدار مية ولدي غادا تحولو ولا غادا تخرجو وتدي تزوطو لا بغيتوني نمشي
تقولوا الشاشه هنا هي ترقب انا غنمشي على الجدرميه دير معايا مع 11 غنولي انا غنمشي معاك انا غنمشي معاك ندير 11 غنولي قلت له انا غنمشي قعدت واحد شويه هو يغوت لي ولدي في التليفون قلت له قال لي انا غوت نخدم انا قلت له دابا لا تحرك شي من تما جاتني انا مزيانه تعرف انت الطفل الدار الحني عاشير 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 والعيال اللي قاعدين يكرطوا في وجهه وانا في الشانتي كنمشي ونجي يقولوا لي عاشير قلت له قلت عند الطلاب قلت له قال لي ولدي لا تحركيش انت بقيت شما كنمشي مع الشانتي ونجي وليت عند الباب الخيال خرجت من الباب ديك الدايره خرجت منها من الاولى وخاطر في العوان وتزوط العوان هي شنو زاد وليت زوط العوان وقع على شنو زاد وليت خرجت من شان عزا خاطر تزوط معاها شويه ولا دخلوا بقيت انا تنتنت كنسمع الدريك الله اكبر طلعت في الجامع قاعد في الليل ديال الجامع من قدام هذا قيد ديك هذيك خاطر كنسمع الدريك وهي عال براري ولا كان تنزلي ترى ولي جات الجيار اللي بحال الطفل ولي تخرج بحال الشانطي هي كتخرج التراب في نيكا بنتها شاده من جهه هي شاده من جهه وجايبه من التراب الحقوش تشوف الدار عايش هنا حاضر ولا شات من الاول الثانيه خرجت التراب ولا شت الخطره الثالثه خرجت التراب باش تدخل ثاني في ديك الموضه وانت كتشوف بين التراب انا كنشوف بالثالثه اش قلت انا الله تبارك وتعالى قلت انا هذه راه كتنقص من التراب اللي فوق ولدي داك اللي كتنقص منه باش تخليه مخرج باش عين الغبيه وهي تحولوا معاه عاملتها بوحدها تحول وانا كندوز على الباب فهمت لي الطفله من شي جمعه قلت لها زيدي 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 جات جمعة سمعتني ودخلنا قال أنا جد ما خلينا الباب ودخلنا شدتني من دراعي قالت لي تعالى وتعالى تشوفي التراب اللي كنت تقولي لي قبيله فيه فيه وفيه قلت لي شيخ في التراب تعالى دخلت تاع البيت أنا وبنتي شدت المدراع وشدت حالك وبقات تواطي ذاك التراب اللي بقى من المرور كتواطي بحالك تراب واحد كتواطي بحالك قلت لها انا لا التراب اللي كتواطي هو راه باقي تراب خاصني التراب يكون في القاعده ديال البيت كيما بحال هادي ها القاعده ديال البيت هاري شو انا نعنولي شديت لها البالا بحالك انا شديت بعد البالا وهي تنكر لي البالا زيدنا تنكر لي البالا هولت حلقه في الارض دارت الحمراء خاطر الحمراء بدوكا دايره الحال ديك الساعه شكيت مر خرجت قالوا لي طفلات سير الجدرميه قلت لهم هي جايه واحد طوموبيل من لحقت حدايا شيرتها قالت لهم ندير لكم فمي كنحب هي يدير فمي ذاك مول الطوموبيل عاد فرم عليا وجات ما بغاش يحبس قال لي با الطفلات سير 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 قلت لهم واخا غنمشي هو يبان واحد موتور جاي موتور ديال ثلاثه روايض جاي وذاك الموتور من عندنا حط صوه جاي قالوا لي ها الموتور جاي قلت له غنمشي فيه هي سمعت غنمشي فيه قالت لهمش انا غنمشي الموتور حبس ركبوني بناتي ركبت ومول الموتور بغى يزيد هي خارجه قالت لهم ارسال 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 جات ركبت حدايا زاد الموتور عاد قال لي انا بنجي ما كنتش عارف هي في جهه ولا راكب في جهه هذا الراس من كما انا غادي هذاك دكتك بحالك درت بحالك هكا لقاها هي انا عاد بالي بنتي قلت لها بنتي غاده معايا قالت لي هي انا غاده معاك انا غاده معاك يسرى ترى سامنا نعم نعم كمل مشيت انا وياها نعم كمل سيدي مشيت انا وياها لحقنا من الموتور الجوال الجدرمية العامة
عطنا هي خفيفة سلسة مشاش ونقص قديم العكاز تدخل سعلي طلعت بردير جبر ويدخل كيف اللي يلبس حكاية طلعت نشوفها راها قاعدة عدلها جوجة جاء واحد جدا مش اللي من ذلك قال لي يا جدا قلت له هذا قال لي يا جدا أنا اللي بعد هو يغوط عليك دم يا جدا قعدت قدم يغوط عليك دم يغوط عليك كل شيء خمسة دقائق ولا ستة ما غوتش عليا وانا كنوض هي داخله وانا ما ادخل وانا كنوض كندخل عليها وشاف لي زاد الملح في البيت هاك شدني وقال لي قول لي عليها قول لي لا جوبر قاعد قاعد كان هنا وهي قاعده انت قدامها هو في الوسط قال لي الكابينيت قال لي لا جوبر ولدك ناس بس ولدك كيفاش عرفتيه مات قلت له انا مش عرفته مات ولا عارفه مات ولا حضرت عليه مات انا شعاشك عدي عاشك ما بغيت ندخل البيت وما خلاتنيش تما شكيت في ولدي مات والله اعلم عارف النقيله الله اعلم تما عندنا شك في ولدي مات الله اعلم شاها كيفاش عاودتكم مشيت ودخلت البيت ودخلت التراب وداك الشيء كيما الحال هذا نعم قلت حل دار فيها هي قال لها تيرات لك في مشى لا جودة قلت له رجل مشى خدم جات لي الطوموبيل بيضاء ومشى خدم قلت قولي له فوقاش مشى خدم قلت لي انا راه مشى خدم معلاش حلف قلت له انا عبد عندك معلش قلت له قال لي كيفاش قلت له طمو بالبيضة قول قول البارح قالت لي البارح قالت لي عاد طمو بالبيضة اليوم نهوض عند الدرمية قالت له قول قول طمو بالبيضة قول 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 لي الدرمية جات اليوم عندك تليفون قال لي كيفاش؟ قلت له كيفاش كيفاش؟ كي ما عاودتش دابا على التراب وعلى هذه عاودت ولا جودان هذا قضية أخرى بتعملها التليفون قال له جودان سويت قال لي اسكت اسكت ديك الكلمة اللي تنقول له ما عاودش قال لي قول لي باش نقول له ولدي مشيت معايا مشيت عند الجدرمية مشيت عند الجدرمية ولدي غوش على نسيبو الزايد وقال له تعال لمرتك راه جابتها مرتي امها راه جابتها تعال لمرتك راه امها جابتها خاص خوّلها لك اللي ما قلتها للدادا اللي قلتها انا اه فهمت راك هاي مباشرة الشريف نعم نعم ايوا هي صافي الجدرنا جاو معاك لا جودان اه لا جودان طلع بيدو وطلع الجدرنا وغوت معك على كماندار ولا شنو هو مهم وطلعوا لهنا وحضروا وكان ذاك البيت اللي قلت له راه الحفرة عندي شال داك البيت نيش قلبوه الحق ذاك البيت حفروه كنتي معاهم نتايا لا ما طلعوني خلوني في البريكاد اه انا ما طلعت خلوني البريكاد خلوني تما هي ذاك ما طلعت كان شي غير خرج كيشد البريكاد يقول لي غادي وهي رجعت معاهم ولا بقات معاك؟ ما عرفتهاش كيف معاهم ولا ما جاتش نعم كذبت عليك هي خرج قال لها تعالي انا ما قاليش تعالي بقيت قاعد نعم هي هذيك قنطت انا وخرجت لا جودا طلع هذوك وطلع وما شكون اللي جاب انا ما طلعتش معاه ما شكون اللي جاب شويه كنسمع لابينوس انا داخل على الجدرميه كنسمع لابينوس طيب 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 ولا طلعت
قالت لي شويه وليت حولت. حولت لابيناس دخلوها، دخلت كان واحد مرضي الجدر ويانا كتقول لهم هذيك القرايه كتقول لا لا لا. جا واحد قال واحد الجدرني رشحت قال له غادي يتصرف معك وعدنا. المهم قال له راه يعطيني شي ليده، اعطاه ديك الليده، اعطاه شي ليده شنو شدوا من عنده الاخر، شدوا من عنده الاخر، الاخر خلف على ما يتهزش كنطل حركوا يطلعش من ذاك الباب، شدوا طلع لي السكاكه طول ما طلعش كان الكرابيلانس واقفه. قلت هذا ولدي هذا بعد الشارع عاف القرن ودابا جات القرن هذا ولدي. بقيت نبكي. حسيتي بان عليك ولدك؟ حسيتي بان عليك ولدك؟ حسيت هذا ولدي. بقيت نبكي. جا جدرني قال لي قلت له حبيبي هذا ولدي جا خرجني نشوفه مسامين. خرجنا عا نشوفه تبرد لي عامل قلبي. قال لي عا قلت دابا نديكني تما جات صحي. ماشي صحيح. إنا لي وين راجعوا؟ شويه من دخلت هذيك لابيلانس ودخلوه كنشوف الجودة الجاي وجدر من قدامه داير البالا ولا تعاك تعاد معاه هو هذا بقيت عنده دوني عنشوف 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 ولا ما عرفت شكون قال له خرجي خرج كلقى بنادم بحالكم بلا شي كاين كل شي كاين. اش قالوا لي واحد واحد راجل راجل قال له يمكن نسيب يعني. مهم واحد السيد بدون ذكر الاسماء. مهم بدون ذكر الاسماء. قال لي اطلبوا منكم اذا تشوفي زيدني شال الباب. الله يرحم محمد خليل. الله يرحم محمد السليم. انا مزاو. نعم. انا مزاو. لما دخلوا لنا نشوف. هو جي العزيم عند القران. ولا شو ولا جي العزيم لا. قال لي وليدي. احنا غندخلوه. ليه؟ ولدك راه داير الميتة. مدورة الميتة. ودير نص كوتش. دابا ما نقدوش. كل له ذاك ميتا نقول له ما خليه قال لي بحالك قال لي خليه احنا عند الفلوس وغايجي من طويل غاتحلي عليه وغاتشوفه صافي هي انا وفهمت ما كانش تدار ولا كدير وخرجوا قال شكون اللي عايش معاه شي معاه وقال ولدي شمعة ولدي ومرته ما جاو لحبو تلقاو لحبو سيدي قاسم سيدي قاسم دعوا القناش رانا للرباط ما عرفت الرباط ولا القناش ايوا حرم شمعة واحد ايوا بنت شابر تيجي شابر تيجي معاه مشات معاه شابر تيجي معاه مشات معاه. إذا كيف ما تابعتم معنا المتابعين هذه القصة مؤلمة ديال المرحوم خالد الله يرحمه ويجزيه الرحمات. حنا اليوم كنتواجدوا في الدوار دوار دوار ولاد ولاد نوال دوار ولاد نوال جماعة قرية 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 دواد قرية دوادي كيف ما كتسمعوا معنا المتابعين الأفاضل هذا الأب ديال المرحوم الله يرحمه ويجزيه الرحمات اللي قتلته الزوجة ديالو كيف ما كتشاهدوا الحاله ديالو يرثى لها ان اليه وانا راجعون الله يرحمه ويجزيه الرحمات الله يصبر الاهل ديالو ويصبر الجيران والاقارب والاصدقاء ديالو لان كيف ما كتشاهدوا دابا الان في هذه اللحظات اللي ما يمكنناش نبينوا للناس هنا شنو نقول لكم الدوار كامل كيتواجد في هذه اللحظات الدوار كامل وكيف ما كتشاهدوا الاب ديالو مازال حتى الان مصدوم كيف ما قال في الاول انا مازال ما صدقش الابن ديالي راه مات ان اليه وانا راجعون الله يرحمه ويجزيه الرحمات الله يصبر الاهل ديالو ويصبر الاقارب شنقول لكم حاله ديال كيف ما قال الاب ديال 3 ايام هو الاب ديال المرحوم ضحيه خالد 3 ايام هو مدفون في الـ في الـ في هذيك في البيت ولكن الاب هو اللي حس بالابن ديالو انه مدفون كيف ما قال وكيف ما كتشاهدوا معنا صراحه في هذه اللحظات الفم كيعجز الكلام ان اليه وانا راجعون ان اليه وانا راجعون الله يصبركم اسيدي.